ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني إيه ولنبلونكم؟ البلاء اللي هو ليه؟ الاختبار، لنختبرنكم. يبقى المسلم يا أخواننا عايش في هذه الدنيا مهيأ إنه يأتيه البلاء، لأنه هو دار اختبار، مش دار سعادة وهناء، دار اختبار. التهيئة دي يا أخواننا مهمة جدا جدا جدا. لما أنا أقول لك اطلع الدور الخمستاشر، ممكن تيجي على الدور العاشر وتتعب. إنما لما أقول لك اطلع الدور العاشر، هتلاقي نفسك من الدور الخامس والسادس بدأت تتعب، والأولاني لما طلع العاشر ممكن ما تعبش. ليه؟ لأن عنده تهيئة إنه لسه الدور الخمستاشر. لما تهيئ نفسك للشيء بتبقى أقدر على احتماله. يعني واحد أصلا منتظر البلاء، فلما اليوم يعدي بدون بلاء بيحس بنعمة كبيرة ولا لأ؟ بيحس بنعمة كبيرة جدا، الحمد لله إن اليوم ده مر في عافية وستر وأمن. وصاحبنا التاني اللي هو أصلا مش مهيئ للبلاء يقولك عادي، يعني الحياة مملة، الحياة مملة، فيش جديد في الحياة، مع إنه ربنا عافاه، بس هو معتقد ان الاصل او اللي هو مش مهيئ نفسه للايه، للبلاء. هو الاصل الحمد لله العافية، وتلاقي القليل بس ايه، ربنا قال بشيء، كان ممكن يحصل العكس ومحدش يعترض، لكن من فضل عز وجل ان الاصل العافية، الاصل الامن، الاصل الستر. واحيانا يحدث بعض الاشياء، فالآية دي تعلمنا ان نهيئ انفسنا للبلاء. فانت مهيئ مثلا قد يحصل لك كارثه كبيره، فلو حصلت لك حاجه صغيره، لا ده الحمد لله جت على كده، الحمد لله ان نصيبي من البلاء كان كده. فبالك بقى اليوم ال 24 ساعه عدوا عليكم، روح بيتك وداخل تنام وانت في عافيه واحبابك عايشين والرزق موجود والدنيا زي الفل، ده انت تحس ان انت ملك بجد. يا اخواننا لازم نتعامل في الدنيا بهذه الكيفيه. ولنبلونكم، لازم تهيئ نفسك للبلاء والاختبار، لان ده ثمن الجنه، بشيء من الخوف. سبحان الله، بعض المفسرين قالوا الخوف عند ملاقات العدو. اصل الناس فاكره ان الجهاد ده كان حاجه سهله، يقول لك كانوا متعودين يجاهدوا، لا مش متعودين ولا حاجه. الجهاد ده امر صعب جدا وشاق على النفس، واللي انت تقابل الموت ده مش شيء هين. انا بقول لك كده عشان ما تستصغرش اللي عملوه الصحابه لما يخشوا في غزوات، وغزوات ما كانوش يعني داخلين في رحلة صغيرة. ده المنافقين في غزوة أحد، أول ما حصل ملاقاة بين الجيشين هرب المنافقين، كانوا تلت الجيش، كان المسلمين ألف، تلت الجيش انسحب من المنافقين. ليه؟ لأن وقع المعركة ليس هينا في القلوب، فما تستهونش اللي الصحابة عملوه، حاربوا وغزوا حتى يصل إلينا هذا الدين. فمن الخوف طبيعي ان الانسان يخاف لما يلاقي الموت قدامه، يخاف. فده نوع من الابتلاء والاختبار. والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الاموال ممكن تنقص، ممكن تضيع. الجوع ممكن ما تلاقيش الاكل، شيء ممكن يحدث. فكنا الحمد لله للمرافق الاساسيه متواجده في بلادنا، دي نعمه كبيره جدا، المية والنور والأكل والشرب والسلع الغذائية الأساسية. الناس اللي بتتبرم كتير لازم تبص للأمور بشكل أوسع، إن في أساسيات الحمد لله متواجدة، دي الحمد لله قوي قوي قوي. إذا بت معافا في جسدك، عند قوت يومك، آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. امن ومعافاه ورزق اليوم ده، انت كده ملك. انما بقى ساعات بعض الناس ايه، بينزعج من التوافه، وقليل جدا لما تشوف مثلا موظف يقبض المرتب ويقول الحمد لله الحمد لله. كتير جدا تلاقي موظف ياخد كام، الله العظيم بص الكهرباء بياخدوا كام واحنا بناخد كام.
فحته الشكر دي بقت قليله جدا، اللي هو مثلا في مكانه ومثبت فيه وبياخد مرتب ثابت ومرتب الى حد ما كويس، قل جدا موضوع الشكر. الحمد لله يا اللهم لك الحمد، بيبقى الايه عنده سخط دائم، مش مستحضر نعم ربنا عليه. ونقص من الاموال والانفس، حبيب يموت، قريب يموت، صاحب يموت، والثمرات ممكن بقى يعني بلغتنا الحديثه شغلتك ما تكملش فيها، تترفد من العمل. اللهم صل وسلم عليه. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، اللي هيصبر بقى مع كل هذه الامور ربنا عز وجل قال وبشر الصابرين. طيب الصابر بقى بيقول ايه لما تحصل له المصيبه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. يعني انا لله، يعني الامر لله. لا احنا لله، يعني انا لله، يعني نحن تحت تصرفه ونحن مملوكون له سبحانه وتعالى، يفعل فينا ما يشاء، احنا صنعته عز وجل، احنا خلقه، فما نعترضش على الخالق او الصانع سبحانه وتعالى. انا لله وانا اليه، يعني الدنيا دي مش نهايه المطاف، هنرجع لربنا هيحاسبنا بقى مين اللي سخط ومين اللي راضي، مين اللي صابر ومين اللي جزع. فما دام ان ربنا هيعوض الامنا في الدنيا فالانسان يصبر، ما دام الحمد لله ان المشاكل دي هتعوض لنا بجزاء وفير في الجنه، ده يمكنك اكتر من الصبر. طبعا تكملت بقى القرآن قال تقول إن لله وإنا إليه راجعون. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عليه خيرا منها. حتى السيدة أم سلمة قالت لما مات زوجها أبو سلمة قالت كلمة عجيبة قوي، قال وهل أحد من المسلمين خير من أبي سلمة؟ ودي لازم نقف عندها يا أخوان، إن الست تقول عن جوزها الكلمة دي يبقى زوجها ده كان عامل إزاي؟ هي مش متخيلة إن في حد من الناس من المسلمين أحسن من زوجها، بتقول معقولة في حد؟ فده كان معاملته ليها إزاي؟ قد إيه كان شهم، قد إيه كان يعني صبور عليها. نتعلم برضو من أبو سلمة حسن العشرة. المهم فأخلف عليها الله عز وجل أبو سلم، أخلف الله عليها مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن الله عز وجل أخلف عليها خيرا منه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم، صلاة الله تعني ماذا؟ عندنا صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة العبد، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني إيه الله يصلي على النبي؟ يعني الملائكة يصلون على النبي؟ أيوة أحسنت، صلاة الله على العبد يعني الثناء، الثناء من الله على العبد، فصلوات من ربهم يعني ثناء، ثناءات من ربهم على صبر هذا الرجل. تخيل ربنا يثني عليك عشان أنت بتصبر، فده برضو يمكنك أكتر من الصبر. طب صلاة الملائكة على العبد استغفار، وصلاة العبد بالمعنى اللغوي الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو لهم، وبالمعنى الشرعي الصلاة بتاعتنا اللي احنا عارفينها. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ومن أسباب رحمة الله للعبد أن يصبر على البلاء. وأولئك هم المهتدون. من المهتدون؟ اللي قالوا إن لله وإن إليه راجعون، اللي صابروا، اللي علموا أنهم في دار اختبار فتمكنوا من إرضاء الله عز وجل بالصبر على المصائب والملمات. في رواية ذكرها الإمام السيوطي لكن رواية ضعيفة، اللي انطفأ مصباح على في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لله وإن إليه راجعون، فتعجبت عائشة فقال كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. الرواية ضعيفة ولكن الإنسان كل شيء طبعا تألم منه أو نحو ذلك يقول عليه إن لله وإن إليه راجعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.